اليوم مع أبو مازن تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. شكري، يشهد اجتماع الدور السادس للجنة المصرية الكينية في نيروبي وتوقيع 5 اتفاقيات بين البلدين. صحيفة تحدياتها لمشاعر المسلمين وتعيد نشر الرسوم المسيئة للرسول في عدد اليوم والأزهر الشريف، والإفتاء يحذران من تداعيات تلك الخطوة. وجنيف تستضيف اليوم جولة جديدة من الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا. الثانية عشر ظهرا بالقاهرة، نشرة إخبارية جديدة على شاشة النيل، نبدأها مع عمرو عبد المجيد. إليك عمرو. شكرا لك سحر، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل الأخبار. يلتقي اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. قال سفير فلسطين بالقاهرة جمال الشبكي إن عباس سيطلع الرئيس السيسي على جهود القيادة الفلسطينية في مجلس الأمن بعد فشل المجلس في تمرير القرار الفلسطيني العربي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. كما سيتناول اللقاء جهود حكومة التوافق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة، وسيبحث الرئيسان خطورة التصعيد الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من مقر الرئاسة مراسل النيل علاء رشوان. علاء، تحياتي لك أولا، ما هي الموضوعات التي سيتم مناقشتها ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك السيد محمود عباس أبو مازن اليوم في القاهرة؟ تحياتي إليك زميل عمرو، وتحياتي أيضا موصولة لمشاهدي النيل الكرام. بدأ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحمود رئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن منذ نحو نصف ساعة، ولا زال اللقاء ممتدا. يعني ياتي هذا اللقاء ضمن سلسله طويله متعاقده من اللقاءات التي تحرص مؤسسه الرئاسه على عقدها مع الاطراف الفاعله فيما يتعلق في القضيه الفلسطينيه. كان اخر هذه اللقاءات منذ يومين لقاء الرئيس ومبعوث اللجنه الرباعيه للسلام تولي الدير، وها هنا اليوم يعقد هذا اللقاء جمله من الموضوعات ستكون على طاوله البحث والنقاش بين الرئيسين. في مقدماتها بطبيعه الاحوال رفض مجلس الامن للمشروع العربي الذي تم تقديمه منذ اسابيع قليله باسحاب اسرائيل الى حتى حدود الرابع من يونيو عام 67، وكذلك الاستفزازات الاسرائيليه عبر التحديات المتكرره والمتعاقبه التي يقوم بها اخر تطورات جهود اعمار غزه بعد مؤتمر اعاده اعمار غزه. الرئيس عباس ابو مازن يحضر القاهره لاستعدادا لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجيه العرب المقرر انطلاقه غدا في جامعه الدول العربيه، وكذلك قام بلقاء امس بعد وصوله مباشره مدير المخابرات اللواء خالد فوزي، ومن المقرر ان يلتقي ببعض المسؤولين على راسهم وزير الخارجيه المصري وكذلك الدكتور نبيل العربي امين عام جامعه الدول العربيه، بالاضافه الى شيخ الازهر الدكتور احمد طيب وقداسه البابا تودروس. بطبع لها سنتواصل معك على مدار الساعه لنرى الجديد في هذه اللقاءات الهامه. شكرا جزيلا مراسل النيل على رشوان من مقر رئاسه الجمهوريه. اهلا بكم من جديد. من ناحية أخرى، يبحث الرئيس الفلسطيني اليوم مع كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تودروس الثاني تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. كما يلتقي عباس خلال الزيارة عدد من المسؤولين في إطار زيارته للقاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا. كان عباس قد بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية دكتور نبيل العربي تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة. كما عقد عباس جلسة مباحثات مع رئيس المخابرات العامة الوزير خالد فوزي. يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارته الرسمية الأولى إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة يومي 18 و19 من يناير الحالي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن هذه الزيارة تأتي في إطار علاقات الأخوة الوثيقة والعميقة التي تجمع بين البلدين على الأصعدة كافة. وستشهد الزيارة أيضا مشاركة في القمة العالمية للطاقة في المستقبل والتي تقام ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الدائمة.
أكد رئيس عبد الفتاح السيسي عدم اعتزامه إنشاء حزب سياسي تجنبا لحدوث انقسام أو استقطاب في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب تكاتف الجميع والاصطفاف من أجل تحقيق مصلحة الوطن. وخلال اجتماعه مع مجموعة جديدة من رؤساء وممثلي الأحزاب، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه الكامل على عدم قيام الدولة أو مؤسساتها بدعم أي تحالفات سياسية أو قوائم حزبية، داعيا الأحزاب إلى تشكيل قائمة موحدة بما يتفق عليها الجميع. على مدار 4 ساعات متواصلة جاء اللقاء الثاني للرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء وممثلي عدد من الأحزاب السياسية، حيث تم تبادل الرؤى حول الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية المقبلة ومدى استعداد الأحزاب المختلفة للتوافق. من جانبه، أكد رئيس السيسي التزام الدولة بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وأن يعكس البرلمان القادم كافة الأحزاب السياسية، داعيا إياهم إلى تشكيل تكتلات تضيف من قوتهم على الساحة السياسية. الرئيس كان عنده أمنية أن يحصل أن احنا كلنا نبقى في قائمة واحدة، وهو وعد أن يبقى في دعم، يعني كلنا كأحزاب نزلنا في قائمة واحدة في دعم، وده هيكون رسالة كويسة للشعب المصري. وأنا اقترحت أن احنا المجموعة اللي اجتمعت النهاردة تقعد مع بعض وتعمل قائمة واحدة، والمجموعة اللي اجتمعت امبارح تعمل برضه قائمة، ونحاول نقعد مع بعض ونطلع قائمة واحدة، لأن احنا في وقت للخلاف. رؤساء الأحزاب كانوا نموذج لتقبل فكرة التقارب من أجل مصر. الهدف أن هذه الانتخابات ليست انتخابات طبيعية، انتخابات بتجرى في ظروف استثنائية. الرئيس حب يستطلع رأي القوى السياسية بشأن الاستعداد لهذه الانتخابات، وجد أن هناك إمكانية وقابلية لأن يخرج من هذا الاجتماع جمع على لديه قدرة على تحمل المسؤولية بشكل توافقي. هذا وقد أطلع الرئيس السيسي الحضور من ممثلي ورؤساء الأحزاب السياسية على عدد من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد حاليا، منوها إلى أن الهدف الاستراتيجي للدولة في الوقت الحالي هو تثبيت دعائمها. من جانبهم، أشاد الحضور بما تتخذه الدولة من إجراءات لاستعادة هيبتها وسيادة القانون، طارحين رؤاهم تجاه عدد من القضايا. طلبت من الرئيس ان اصدار قانون بتجريم التمويل الاجنبي بكل صوره لنشطاء او منظمات مجتمع مدني او احزاب سياسيه. تحدثنا عن كيفيه النهوض بالتعليم المصري، وايضا كيف نحافظ على القطاع العام وعلى شركات الغزل والنسيج. طلبنا من السيد الرئيس ان يكون هناك توازن ما بين الحريات وما بين الامن، وهو شرح لنا هذا الأمر وقال لن يكون هناك عنصر ضد عنصر أو لن يأتي عنصر فوق مصلحة العنصر الآخر. تكلمنا عن الناحية الاقتصادية، وكلمنا عن أن الاستراتيجية الآن للدولة لتثبيت دعائم الدولة وأركانها. هذا وقد أكد رئيس السيسي في ختام اللقاء على وقوف الدولة المصرية بحيادية تجاه كافة الأحزاب السياسية، مشيرا إلى انحيازه الواضح للمرأة والشباب وأهمية إشراكهم في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة. مستقبل واعد تنتظره مصر بمجرد الانتهاء من الاستحقاق الأخيرة من خارطة الطريق، لكن الأمر في النهاية وعلى أرض الواقع مرهون بانتقاء أفضل العناصر وأدائها تحت قبة البرلمان القادم ومدى قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة. من مقر رئاسة الجمهورية، آيات عبد اللطيف أنيل. وللمزيد من المتابعة حول هذا اللقاء ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل. أستاذ ناجي، بداية، كيف كان لقائكم وما أثمر عنه هذا اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أولا بداية صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. لقائنا مع الرئيس الفتاح السيسي هو اللقاء الأول منذ توليه الجمهورية، ورئيس الفتاح السيسي باستغلال هذه اللقاءات يوم الاثنين يوم الثلاثاء استنى سنة حميدة هو وعد بتكرارها دائما، ووعد بتكرارها قبل الانتخابات، قبل التصويت على الانتخابات البرلمانيه. الاساسيه بموجب الدستور هي يعني قلب النظام السياسي في البلاد. ورئيس السيسي اطلعنا على مجمل التحديات اللي بتواجه الوطن، وان ما زالت المخاطر تحيط بالوطن من كل جانب، وان علينا ان نكون معا لكي نجتاز تلك العقبات. طب تشكو الساحة السياسية من فراغ بالنسبة للأحزاب السياسية القوية، دوركم في خلال الفترة القادمة لتفعيل هذا الدور من جديد، وأيضا المشاركة في مواجهة هذه التحديات والتي عرضها رئيس الجمهورية.
يعني بداية طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كان شاعر بذلك الوهن والضعف، وطالب الأحزاب السياسية بالاندماج معا، كل أحزاب متقاربة فكريا يندمجوا معا ويعملوا حزب كبير. وأعتقد أن الأحزاب السياسية المصرية في المحك الآن، علينا أن نجعل 90 حزب يصفوا إلى 7-8-9 أحزاب على أقصى ترتيب مسؤول التيارات الفكرية المختلفة. والانتخابات البرلمانية القادمة ستكون أيضا مصفاة للأحزاب السياسية غير فاعلة، إذ أن بعد هذه الانتخابات البرلمانية والأحزاب التي سوف تتواجد تحت قبة البرلمان سوف يمثلوا تقريبا القوام الرئيسي في الحياة الحزبية المصرية. نحن نشارك بجدية في الانتخابات من خلال تحالف أو ائتلاف الجبهة المصرية، وهو ائتلاف أنا قرر أن يقود الانتخابات البرلمانية على كافة المقاعد الفردية ل 420 مقعد، وكذلك بإعداد قوائم 120 قائمة. دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قائمة موحدة، ما هي خطواتكم بداية لتنفيذ هذا المطلب وإن كان على أعتاب هذه الانتخابات، الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ يعني أنا شخصيا تشاورت مع رؤساء الأحزاب اللي كانوا موجودين معنا بالأمس، واتفقنا على عقد اجتماع لكي نبحث كيفية ترجمة يعني ما يعمل فيه الرئيس الى واقع. والنهارده ايضا لدينا في الجبهه المصريه المجلس الرئاسي للجبهه المصريه اللي على قياده فيه بنجتمع النهارده علشان نعلن المبادره لكل الاحزاب والتكتلات السياسيه بحيث نكون معا في هذه الانتخابات في قائمه واحده. والامر صعب ولكن محتاج نوع من الصبر حتى نصل الى قائمه موحده ان شاء الله. بشكرك يا استاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، شكرا لك. تواصل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية وكذلك الدولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة حتى 21 من الشهر الجاري. في غضون ذلك أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا حددت فيه ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية في انتخابات مجلس النواب المقبلة. أضاف المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة أن القرار حدد الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردي بمبلغ 500,000 جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة بمبلغ 200,000 جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مرشحا تجمعهم قائمة واحدة. وأشار المستشار إدريس إلى أن القرار سمح للمترشح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية شريطة ألا يتجاوز مجموعها نسبة 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير اليوم عن مقتل 7 من العناصر الإرهابية المسلحة بينهم 5 عناصر ممن شاركوا في اختطاف وقتل الشهيد النقيب أيمن الدسوقي وتدمير مقر اختبائهم والعربة المستخدمة في عمليات خطف الشهيد. وقال المتحدث العسكري في بيانه أنه تم أيضا ضبط وتدمير 10 سيارات مختلفة الأنواع و20 دراجة تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر الجيش والشرطة، وتدمير 24 من مقر ومناطق تجمعات العناصر الإرهابية من بينهم مقران خاصين بالإرهابي يوسف القرم. يستقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم البطريرك البابا متياس الأول بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية. كما يعقد البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الأنبا متياس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. كان بطريرك إثيوبيا قد أكد أن العلاقة بين الكنيسة القبطية والإثيوبية كانت وما زالت قوية ووثيقة، كان الحديث متمنيا استمرار هذه العلاقة الوثيقة كما هي إلى الأبد. افتتح وزير الخارجية سامح شكري أعمال الجولة السادسة للجنة المشتركة المصرية الكينية على المستوى الوزاري، كما شهد توقيع اتفاقيات تبادل تجارية وتعاون ومذكرات تفاهم بين الجنبين بين البلدين. كان شكري قد التقى أمس بنائب الرئيس الكيني وبالمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة أشيب شبايدر لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. نشاط مكثف لوزير بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية نيروبي، بدأه بلقاء المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNP، لقاء أكدت فيه مصر التزامها ببرامج التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتعاون مع المجتمع الدولي لمنع تدهور الوضع البيئي والإنساني في قطاع غزة، علاوة على قضايا أخرى تتعلق بالشأن البيئي المحلي والدولي. مصر علاقات وثيقة مع المنظمة وتستفيد من قدراتها في بناء قدرات المصرية
لمعالجة الآثار البيئية، وهناك تعاون مثمر بين مصر وبين المنظمة. في عام 2015 تتحمل مصر مسؤوليات هامة للغاية في إطار الاتحاد الأفريقي، كما تستضيف اجتماع لوزراء البيئة وتغير المناخ في شهر مارس القادم، وهذه المجالات مهمة للغاية في العالم الآن، وهي جزء من عمل صندوق الأمم المتحدة للبيئة، لذا نقوم بالتنسيق مع الوزراء المصريين لنرى كيف يمكن أن تساعد مصر القارة الأفريقية. ثم ينتقل شكري ليلقي كلمة مصر أمام لجنة المندوبين الدائمين للتنمية البيئية بالأمم المتحدة، كلمة طالبت فيها مصر المجتمع الدولي بتطوير آليات لضمان نقل التكنولوجيا البيئية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، مع صياغة اتفاقيات ملزمة للجميع للتعامل مع التغير المناخي في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة وتوصيات مؤتمر ريو دي جانيرو الأخير، مع تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر حول العالم والحفاظ على الأمن الغذائي. نسعى لتوثيق الجهود مع الجهات الدولية المختلفة للحفاظ على البيئة في ظل اتفاقات الأمم المتحدة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر حول العالم انطلاقا من المسؤولية المشتركة. وعقب اجتماع لجنة المندوبين التقى شكري بعدد من مسؤولي الأمم المتحدة العاملين في مجال البيئة والتنمية المستدامة، لقاءات تناولت في مجملها تنسيق الجهود بين مصر والدول الإفريقية في مجال مكافحة التصحر والجفاف وتأثير إقامة السدود الكبرى على الأوضاع البيئية في داخل إفريقيا. إذن الدبلوماسية لم تعد وحدها فقط على أجندة السياسة الخارجية المصرية، بل تجاوزت ذلك لتشمل قضايا عالمية ومنها قضايا البيئة، قضايا ترسخ للدور المصري في العمقين الإفريقي والدولي. من مقر الأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي، شريف رضوان، موفد التلفزيون المصري. أصدرت لجنة تحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية قرارا بتحفظ على جميع ممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية وفروعها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ممتلكات الجمعية الطبية بربع العدوية. كما عزلت اللجنة مجلس الإدارة الحالية وعينت مجلسا جديدا من المتخصصين طبيا وإداريا برئاسة فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء. حذر الأزهر الشريف من أن نشر صحيفة شارلي إبدو رسوما كاريكاتيرية جديدة مسيئة للنبي الكريم ستؤجج مشاعر الكراهية ويحول دون اندماج المسلمين دون المجتمعات الأوروبية أو حتى الغربية. كما استنكر الأزهر بشدة الاعتداءات العنصرية الآثمة على المساجد بفرنسا منذ الهجوم المسلح على الصحيفة الفرنسية. من جانبه قال مجمع البحوث الإسلامية إنه ليس من الحكمة نشر تلك الرسوم لأنها تساعد المتطرفين ولا تخدم التعايش السلمي بين الشعوب، كما أنه يسد الطريق على جهود المصلحين المعتدلين. مشاهدينا الكرام، ننتقل معكم على الهواء مباشرة إلى تونس لنقل كلمة الرئيس التونسي في ذكرى الثورة التونسية. إلى هناك. أنا لكم مشاهدينا الكرام جزء من كلمة الرئيس التونسي الجديد الباجي قايد السيبسي في ذكرى الثورة التونسية، والتي أكد من خلالها على أن الثورة استطاعت أن تناهض كل أشكال الفساد في المجتمع بما فيها الفقر والبطالة، وأكد على أنهم في الفترة القادمة سوف يقدمون كل إمكانياتهم لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. هذه الثورة التي كان ثمنها أرواح أكثر من 330 قتيلا وما يقارب من 4000 جريح. أكد أيضا على أن الشعب التونسي سوف يتكاتف معا للعمل على بناء هذا المجتمع والقضاء على كل أشكال العنف والفساد، وخاصة ذكر المرأة في أكثر من حديث. وللمزيد من المتابعة حول هذه الكلمة معنا الأستاذة أسماء بكوش الكاتبة الصحفية التونسية. أستاذة أسماء، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك. بداية قراءتك لكلمة الرئيس التونسي اليوم. طبعا الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي هي كلمة لا جديد فيها، يعني كل هذا الحديث وكل ما قدمه وكل ما تحدث عن الشغل وعن البطالة وعن المرأة، كل يعني هذه الكلمات وكل هذه المعاني يعرفها الشعب التونسي، ذكرت له أكثر من مرة، يعني ذكرت له منذ الثورة منذ 4 سنوات وهو يسمع مثل هذه الخطابات. لم يأتي الباجي قايد السبسي اليوم بالجديد،
خاصة وأنه يعني للحقيقة التونسي يحتفل بالثورة هذا العام وسط إضراب. ذكر أيضا أن هناك من يعوق هذه المسيرة، مسيرة الإصلاح بما سماهم التنظيمات الدموية. دور الشعب التونسي في التكاتف مع الحكومة خلال الفترة القادمة لمناهضة كل هذه الأشكال. نعم صحيح، طبعا بالنسبة للإرهاب هو يقف عائق أمام هذه الثورة، وكلنا يدعو إلى الوحدة من أجلها وإلى العمل والوقوف ضد هذه التنظيمات الإرهابية. لكن المجتمع التونسي اليوم يحيي ذكرى الثورة في ظل إضراب في النقل العمومي يستمر لمدة استمر أو بدأ منذ 3 أيام. هناك مشاكل اقتصادية كبرى. اليوم الشعب التونسي بشهدائه الذين يتظاهرون الآن في شارع الحبيب بورقيبة يريدون معرفة من قتل أبنائهم، لأنه لحد الساعة لم يتم الكشف عن القتلة. يريدون المطلب الأساسي وهو العيش الكريم، وجود حلول للبطالة. كلها كل هذه الحلول، كل هذه الشعارات التي رفعت أيام الثورة، الشعب التونسي الآن في الشارع، في شارع الحبيب بورقيبة ينفذ مسيرة. هناك عائلات وجرحى الثورة قاطعوا حضور الحفل، هذا حفل في قصر قرطاج الآن، وقالوا لن نحتفل إلا متى عرفنا من قتل أبناءنا. هذه حقيقة الشارع التونسي الآن، وهذا ما يريده الشارع التونسي في هذه اللحظة، إلى جانب من يعتبر أن وجود أستاذة أسماء، هل تعتقد في الأيام القادمة من الممكن أن يكون هناك حوار توافقي مع كافة الطيارات على الساحة السياسية التونسية، وخاصة بأنها مقبلة حتى على خطوات أخرى تشريعية وبرلمانية؟ نعم، أنه هناك التوافق بدأ، هو بعد الانتخابات الرئاسية بدأنا ندخل في مرحلة التوافق ومرحلة التهدئة، والآن نحن بالانتظار تشكيل حكومة يقول الكثير أنه تشارك فيها حركة النهضة الثانية في الانتخابات التشريعية. هناك من يعارض داخل الحزب الحاكم، هو حزب نداء تونس، هناك من يعارض، هناك من يعارض في الجبهة، لكن الأمور على ما أرى وما أعتقد تسير إن شاء الله نحو حكومة توافقية. حكومة هذا الحوار، هل تعتقد أنه حوار سيتم بشكل نظري، أم أنه ستكون هناك استجابة على الأرض تترجم من خلال الواقع؟ نحن ما نريده وما يسعى إليه الشعب، مثل ما كنت أقول لك الآن، ما يسعى إليه الشعب في هذه المظاهرات أنه لابد أن تترجم. هناك وضع اقتصادي لابد أن يتحسن، هناك برنامج انتخابي قدمه الباجي قائد السبسي وقال للناس أنه الجنة الموعودة وأنه الرجل المنقذ وأنه لديه كل الحلول، ووصفوا الحكومة السابقة بأنها فاشلة وأن الحكومة المقبلة ستحقق كل الأمان. عليهم أن يطبقوا ذلك على أرض الواقع، وإلا فإن ثورة أخرى ستقوم في البلاد حقيقة. أشكرك أستاذة أسماء بكوش، وأنت الكاتبة الصحفية التونسية، شكرا لك. عودة من جديد لأخبار البانوراما. من جانبه اعتبر تنظيم داعش الإرهابي قيام صحيفة شارلي إبدو بنشر رسوم جديدة مسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خطوة بالغة الخطورة. يأتي هذا في الوقت الذي تبنى فيه تنظيم القاعدة في اليمن الهجوم على صحيفة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة، والذي أوقعت نحو 12 قتيلا. يبدأ اليوم في جنيف اجتماعات لأطراف المشهد في ليبيا تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، بهدف كسر الجمود السياسي الكامن وراء الأزمة السياسية والمؤسسية التي اجتاحت البلاد. ميدانيا لقي مواطن ليبي مصرعه وأصيب 2 آخران جراء الاشتباكات الدائرة بمدينة بنغازي بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي. ونتحول الآن إلى أخبار المال والعمل، أخبار الاقتصاد. تفاصيل الأخبار مع الزميل محمد عاطف. تفضل محمد. في تطور
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ أخبار الاقتصاد من مصر، حيث بدأت البورصة المصرية اليوم تداول على أول صناديق مؤشرات في تاريخها على مؤشر إي جي إكس 30، وهي آلية تتيح للمستثمرين التداول على المؤشر الرئيسي بالبيع والشراء كورقة مالية. جاء ذلك بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، ورئيس البورصة الدكتور محمد عمران، ووزير الاستثمار أشرف سلمان، الذي أكد أن الآلية الجديدة ستساعد صغار المستثمرين وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحا أنها تتيح للمستثمرين التداول على مؤشر البورصة بالبيع والشراء كورقة مالية. إطلاق باكورة صناديق المؤشرات انعكس إيجابا على أداء مؤشرات البورصة، والتي واصلت مكاسبها القوية للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من مشتريات المصريين والأجانب. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب بنحو 6 مليارات جنيه، مسجلا 514 مليار و 823 مليون جنيه بعد تداولات بلغت نحو 440 مليون جنيه. أكد البنك الدولي أنه يولي أهمية كبيرة للمشاركة في القمة الاقتصادية التي من المقرر عقدها في مصر في مارس المقبل. وقال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن البنك يعتزم المشاركة بوفد رفيع المستوى في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، موضحا أنه لمس خلال مباحثاته الشهر الماضي مع وزير المالية هاني قدري في القاهرة، لمس قناعة الحكومة بضرورة أن تكون القمة فرصة لتقديم خطة جديرة بالثقة حول مشروعات التنمية التي تعتزم مصر تنفيذها. توقع رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية محمود عبد العزيز انتهاء أزمة البوتاجاز خلال أسبوع مع تحسن الأحوال الجوية. في غضون ذلك أعلنت وزارتا البترول والثروة المعدنية والتموين انتظام إمدادات البوتاجاز لجميع المحافظات. وأكد بيان للوزارتين أنه يتم حاليا ضخ 1,200,000 اسطوانة بوتاجاز يوميا، وأن مصانع تعبئة البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها. مشاهدينا، ختام هذه الوقفة الاقتصادية، فاصل قصير أعود إليكم بعدها لتقديم بعض الأخبار الرياضية.